تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة صوب ملعب الأول بارك في الرياض لمتابعة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لنسخة موسم 2022-2023. ويطمح الأهلي لتحقيق اللقب 39 في تاريخه، فيما سيسعى الزمالك لإحراز البطولة للمرة 29 في تاريخه. تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة القمة المنتظرة بين ناديي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لنسخة موسم 2022-2023 التي ستشهد صراعا جديدا بين القطبين على لقب البطولة الأعرق في مصر في نسختها 91. مباراة القمة المرتقبة التي يديرها تحكيميا البرازيلي أندرسون دارونكو ينتظر أن تشهد تنافسا قويا بين الفريقين، إذ يسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية التي حققها خلال الفترة الأخيرة في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، ويأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء في التغلب على مشكلة الغيابات في صفوف الفريق وحصد اللقب للمرة 39 في تاريخ النادي. على الجانب الآخر يأمل الزمالك في حصد اللقب 29 في تاريخه استكمالا للمرحلة الجديدة التي دشنها النادي من خلال تدعيم صفوف فريق كرة القدم واستقدام البرتغالي جوزي غوميز كمدير فني. وعلى الرغم من التاريخ الطويل للمسابقة لم يحظى بشرف الصعود لمنصة التتويج بكأس مصر سوى 12 ناديا فقط، ويسيطر قطب الكرة المصرية الأهلي والزمالك بشكل كبير على البطولة العريقة التي تقام مباراتها النهائية للمرة الأولى خارج مصر في نسخة موسم 2022-2023.